لكن بنبتدي بحدث بتشهده مصر وفعلا حصل منذ قليل، إن وصل إلى الأراضي المصرية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أول زيارة لي بعد 30/6. طبعا هذه الزيارة ممكن أن يكون لها أسباب مختلفة، رغم أنه لم يعلن عن الأسباب، أسباب الزيارة حتى الآن، رغم أنها زيارة سريعة جدا ستستغرق ساعات، إلا أنه فتحت أبواب التخمينات، ربما تكون تزامنا مع محاكمة مرسي، ربما تكون للحديث والنقاش حول خطة مصر لمكافحة الإرهاب، خطة مصر لمتابعة خارطة الطريق، المعونة الأمريكية والتوتر الذي ساد العلاقات المصرية الأمريكية في الفترة الماضية. يعني كل هذه سيناريوهات محتملة، لكن على الأقل ما أعلن من الخارجية المصرية على لسان السفير بدر عبد العاطي المتحدث الإعلامي باسم الخارجية المصرية إنه ليس هناك علاقة بين توقيت الزيارة وموعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غدا. هي دي التصريحات الرسمية اللي صدرت من الخارجية، وإلى جانب بعض التصريحات الأخرى بمثابة أنه مصر دولة عربية، أكيد واشنطن أو أكيد الولايات المتحدة دولة عربية كبيرة، أكيد الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بزيارتها في مثل هذا التوقيت، وأنه هناك أيضا احتمالية لمناقشة ما سيحدث في جنيف 2، المؤتمر الكبير اللي سيناقش الشأن السوري، وهناك حاجة للتنسيق مع الجانب المصري في هذا المؤتمر. عموما معنا على التليفون لقراءة أبعاد زيارة جون كيري إلى مصر في مثل هذا التوقيت معنا سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق بواشنطن. مساء الخير سيادة السفير. أهلا وسهلا. أهلا بخير. يعني زيارة سريعة جدا عدة ساعات، توقيتها وإن كان تم نفي أي علاقة بينه وبين محاكمة مرسي، إلا أنه يعني يصعب أننا نستبعد أو يعني لا نفكر في تاريخ المحاكمة اللي سيكون غدا وتاريخ الزيارة اللي هو النهاردة. قراءة حضرتك بشكل عام لهذه الزيارة وأبعادها وما هي أسبابها في رأيك؟ يعني في اعتقادي أن من أهم يعني تلاقي هذه الزيارة هو أن الموقف المصري بصفة عامة بيلقى بالتدريج تفهم في العالم. بريطانيا اليوم أعلنت عن تصدير والموافقة على تصدير أنواع معينة من الأسلحة لم تكن موافق عليها من قبل. الولايات المتحدة النهاردة في اتجاه واضح، أولا في الكونجرس في عدد من الأصوات بتتكلم على ضرورة العلاقة مع مصر وأهمية هذه العلاقة الاستراتيجية، وأنا شخصيا كنت في واشنطن الشهر اللي فات والتقيت بعدد من أعضاء الكونجرس ولمست هذا. ايضا امريكا لابد انها لاحظت ان موقفها الاستراتيجي في المنطقه، لما بتكون مصر والسعوديه ودول دولتين اهم دولتين في المنطقه، وان بتبقى في تعقيدات وبرود في العلاقه، والعلاقه ما لم تعد بنفس الدرجه من الحميميه السابقه، فاذا ده مصدر للقلق عند واشنطن. واضح ان كان في ارتباك في اعلان هذه الزياره، لان من يومين بس الخارجيه الامريكيه نفت ان كيري جاي وبعدين قال ان هو جاي، فده بيدل على انه في اخذ ورد في يعني مراجعه النفس في هذه بالنسبه لهذه الزياره. بالنسبه للعلاقه بين مصر وبين المنطقه وبين امريكا وبين المنطقه، وخاصه مصر والسعوديه، وبنشهد ان هذه الزياره بتشمل هذه لكن توقيت الزياره لا نستطيع ان نغفل انه توقيت حرج، يعني فيما يتعلق بانه محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي ستكون غدا، وفي نفس الوقت هذه الزياره جاءت بناء على طلب جون كيري، سريعه جدا تستغرق عده ساعات. هل تستبعد فعلا ان تكون هناك علاقه بين هذه الزياره وبين المحاكمه غدا؟ انا يعني السفير بدر عبد العاطي قال ان لا توجد علاقه، وانا
يعني اعتقد ان هناك مصداقيه في هذا القول، انما لا استبعد ان تحصل اشاره، لان هيبقى في طبعا المحادثات هتشمل خارطه الطريق، وربما تحدث. يعني انا ما بقدرش انفي بان انها لن تحدث، انما الموقف المصري موقف واضح بانه مصر لا تقبل التدخل في الشؤون الداخليه، واعتقد ان امريكا لمست هذا ووجدت انه يعني ان تصرفاتها الماضيه لم تعد عليها باي فائده او باي جدوى. فيعني انا لا استبعد، انما يعني ما اقدرش اقطع بانه ممكن تحصل اشاره الى هذا، بس يعني المفروض ان الزياره هي زياره عن الابعاد الاستراتيجيه والعلاقه الثنائيه، زي ما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجيه المصريه انها العلاقات الثنائيه هي البند الاول على جدول اعمال هذه الزياره. أشكرك سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في واشنطن.